بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس بقى الـ partial quotient في الالجوريثم في الديفيجن. تمام، احنا زي ما خدنا المرة اللي فاتت الدرس اللي فات عملنا الديفيجن بالاريا موديل، هنشوف بقى النهاردة بالـ partial quotient زي ما كنا عاملين برضو الـ partial quotient في المالتبلاي. تمام، هنراجع برضو مع بعض كده سريعا بالمالتبلاي كان بيتعمل ازاي. يعني كنا بنقول مثلا ان مثلا 81 تايمز مثلا 23. تمام، كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد 1 تايمز 3 ايكوال 3، بعد كده ال 8 دي في ال 10 80 تايمز 3 اهو 80 تايمز 3 8 تايمز 3 ايكوال 24، والزيرو ينزل ما زي ما هو هيبقى 240. تمام، بس ثواني هنكتبها الوانس تحت الوانس والتنس تحت التنس زي ما احنا متعودين، هيبقى 240. بعد كده ال1 تايمز ال2، بس ال2 هنا 20، 1 تايمز 20 فهيبقى 20. تمام، بعد كده ال80 تايمز ال20، ادي 80 تايمز 20 هيبقى ايكوال 8 تايمز 2 ايكوال 16، وهنا عندي 2 زيروز هينزلوا يبقى 1600. وكنا بنعمل اد لكل البارشال برودكتس اللي احنا طلعناها، فهيطلع الريزلت في الاخر عندي هيبقى 1863. ده كده المفروض الملتبلاي بالبارشال ايه؟ بالبارشال كوشن. تمام، طيب البارشال إيه؟ سوري، بالبارشال برودكت. تمام، يبقى ده البارشال ايه في الملتبلاي؟ اسمه البارشال برودكت. تمام، اما عندي هنا في الديفيجن اسمه البارشال كوشنت. تمام، طيب نيجي نشوف البارشال كوشنت بقى في الديفيجن بيتعمل ازاي. انا بقول ان باسم باكس ذا كيكس ان فور جروبس تو سيل ان هيز ماركت، بيقسم الكيك لاربع في علب كده، اربع كيك، اربع كيك في كل علبه. تمام، if an order call for 898 cakes how many packages will Basim need، يعني كم علبه المفروض باسم بيحط كل اربع كيكه في علبه، يبقى باكج. تمام، يبقى كم باكج هو هيحتاج علشان يطلعها؟ هنعملها بالايه؟ بالبارشال كوشنت. طريقه الديفيجن بقى بالبارشال كوشنت بتتعمل ازاي؟ كنا بنعمل الاول لاين بالمنظر ده كده. تمام، وبحط ده عندي هنا كده، هعمل ديفايد ال 898 ده ديفيدد، بحطه جوه العلامه 898. تمام، والفور ده اللي هو الديفيزور اللي انا العدد اللي انا هقسم عليه. تمام، بحطه بره العلامه على الايه؟ على الشمال. تمام، طب الكوشنت هكتبه فين؟ الكوشنت هكتبه على اليمين. طيب اول حاجه هرسم زي ما قلنا اللاين ده، واحط الديفيدند جوه والديفيزور ايه؟ بره. بعد كده هبص بقى للديفيدند، الرقم اللي انا عايزه اقسمه ده، ابص على اخر رقم من ناحيه الشمال، عندي كام؟ عندي ال 8. ال 8 هنا في انهي بليس فاليو؟ في البليس فاليو بتاع ال 100، يعني انا عندي هنا كده 800، فعندي المفروض 800 divided by 4. تمام، هيبقى ايكوال كام؟ ال 8 divided by 4 equal 2، وال 2 زيروز ما دام هنا ما فيش زيروهات هينزلوا زي ايه؟ زي ما هو. يبقى انا عندي هنا كده ان ال 898 هياخد الاول الرقم اللي على الشمال اللي هو ال 100 بليس، 800 divided by 4 equal to a 200. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هاخد ال 200 اعملها تايمز ال 4 اللي على اليمين، الكوشنت هعمله تايمز الديفيزور اللي على الشمال، هيديني كام؟ هيديني 800. هيديني كام؟ هيديني عندي هنا كده اهي ديفايدد، هيديني 200، هيديني هعمله تايمز هيديني 800. طب بعد ما بعمل ال 800 بعمل ايه؟ بعمل سبتراكت. سبتراكت مين؟ ال 800 اللي هي 200 تايمز ال 4 ماينس الايه؟ ال 898. طب انا عندي 8 ماينس 0 ايكوال 8، 9 ماينس 0 ايكوال 9،
8 minus 8 equal 0 خلاص، يبقى انا كده عندي ال hundreds بقت 0، بقت عندي 98. هعمل ايه؟ ولا حاجه، هاخد الرقم ده اعتبره dividend، وهاجي اشوف ال 10th place بتاعتي، اخر رقم على الشمال بقى خلاص بقى في ال 10th place اللي هو كام؟ اللي هو 90. طب ال 90 ده greater، ال 9 greater than ال 4، تمام؟ يبقى ال 90 اخد كده. طب ال 90 divided by 4 ينفع؟ ال 90 divided by 4 هتنفع؟ لا مش هتنفع. فهعمل ايه؟ هاخد 10 times 4 equal 40، تمام؟ طيب يبقى هعمل، هاخد ال 10، انا كنت واخده الاول 200، هاخد ايه؟ هاخد ال 10، انا عندي هنا ال 98 اهي، فال 9 هياخد 10، انا عندي ال 10th place، هياخد ال 10th place. ال 9 times ال 4 برضه هياخد ال quotient times ال divisor. 9 times 4 equal كام؟ equal 40. طب هعمل ايه؟ هعمل minus. 8 minus 0 equal 8. 9 minus 4 equal 5. بقى عندي كام؟ بقى عندي 58. ال 5 برضه مين اللي في الرقم؟ هبص للديفيدند اللي عندي، الديفيدند الرقم اللي على الشمال في ال 10th place 5، ال 5 برضه ستيل لسه اكبر من ال 4، تمام؟ يبقى هعمل ايه؟ هعمل برضه ال 50 ديفايدد باي ال 4 هيديني 10. طيب ال 58 يبقى انا هقول ديفايدد باي 4، فانا عندي برضو 10 تايمز 4 ايكوال 40، هحط ال 10 هنا في الكوشنت واعمل 10 تايمز 4 ايكوال 40، واعمل بعد كده سبتراك، يبقى انا عندي ديفايد، ديفايد الديفيدند باي الديفيزور. بعد كده يبقى انا عندي الخطوات اهي، اول حاجه ديفايد الديفيدند اللي على اليمين، تمام، باي الديفيزور اللي على الشمال. بعد كده الديفيدند اللي في النص، سوري، الديفيدند اللي في النص اهو، الديفيدند اللي جوه العلامه، تمام، ديفايدد باي الديفيزور هيديني كوشنت، هكتبه على الايه؟ على اليمين. الكوشنت اللي على اليمين هعمله multiply الايه؟ الديفيزور، واكتب البرودكت بتاعهم تحت مين؟ ده كده البرودكت بتاع مين؟ بتاع الكوشن تايمز الديفيزور. البرودكت ده هيبقى ديفيدند تاني، هعمله ماينس الديفيدند الاولاني هيديني ديفيدند تاني، تمام؟ يبقى انا بعمل ديفايد، بعد كده ديفايد الديفيدند باي الديفيزور، بعد كده تايمز الكوشنت اللي بطلعه تايمز الديفيزور، بعد كده بعمل بيديني رقم بعمله سبتراكت، يبقى ديفايد تايم سبتراكت اللي يطلع اعمله ديفايد تايم سبتراكت اللي يطلع اعمله ديفايد تايم سبتراكت وهكذا، تمام؟ طيب انا هنا خلاص السبتراكت 8 ماينس 0 ايكوال 8، 5 ماينس 4 ايكوال 1، ايكوال كام؟ 1. بقى عندي 18، ال 18 دي اكبر من ال 4 ولا اصغر؟ اكبر، يبقى لسه هعمل تاني، يبقى انا عندي هنا كده كانت 200، عطتني اهو عملت الديفيدند ديفايد باي الديفيزور عطاني كوشن 200، جبت ال 200 تايمز ال 4 عطاني 800، عملتها سبتراكت عطاني 98، خدت ال 98 ديفايدد باي 4 ايكوال 10، 10 تايمز 4 ايكوال 40، بعد كده سبتراكت هتطلع 58، خدت ال 58 divided by 4 equal 10، 10 times 4 equal 40، وعملت subtract هتطلع 18. طب 18 divided by 4، انا عندي ال 18 مش في التيبل بتاعت ال 4، انا عندي اخر حاجه 4 times 4 equal 16، و 4 times 5 equal 20، دي ما تنفعش عشان اكبر من ال 18، يبقى هاخد مين؟ هياخد ال 4، يبقى equal 4، بعد كده ال 4 times ال 4 equal 16، واعمل subtract هيديني هنا 2. ال 2 اعملها divided by 4 تنفع؟ لا ما تنفعش، ليه؟ عشان ال 2 اساسا اصغر من ال 4، يبقى ال 2 دي هتبقى ايه؟ هتبقى الريميندر. يبقى انا عندي هنا الكوشنت بتاعي
هيبقى عبارة عن السم بتاع كل الكوشنت اللي أنا طلعتها على اليمين، اللي هي هتبقى 200 بلس 10 بلس 10 بلس 4. الله، طب والتول اللي تحت؟ لا التول اللي تحت دي ريميندر، هيبقى ايكوال كام؟ 224. يبقى انا عندي ان 898 ديفايدد باي 4 هيبقى ايكوال 224. ساعتها بقى هكتب الريميندر كام؟ 2. تمام، الريميندر كام؟ هيبقى ايكوال 2. طيب نيجي نشوف بقى اكزامبلز اكتر. عندي 78 ديفايدد باي 6، هعمل ايه؟ هشوف الرقم اللي على الشمال في الاخر ده 7 في ال 10 70، يبقى هنا في ال 10 يبقى هحط 10. ال 7 اكبر من ال 6 يبقى تمشي، اكبر منها يبقى تقبل القسم عليها ديفايدد باي 6 هيبقى 10. 10 تايمز 6 ايكوال 60. بعد كده هعمل ماينس، هيديني 8 ماينس 0 ايكوال 8 و7 ماينس 6 ايكوال 1. 18 ديفايدد باي 6 انا عارفه ان هي في التيبل بتاع ال 3 اللي هي 3، يبقى 3 تايم 6 ايكوال 18. 18 ماينس 18 ايكوال 0، يبقى هنا ما عنديش ريميندر، ما دام طالعه 0 يبقى ما عنديش ريميندر. يبقى هعمل ايه؟ هعمل ال 78 ديفايدد باي 6 هيبقى ايكوال ال 10، هجمع الكوشنت اللي طلع لي على الايه؟ على اليمين، يبقى 10 بلس 3 ايكوال 13. تمام؟ في ريميندر؟ لا ما فيش ريميندر، يبقى خلاص كده. أروح للي بعدها. 658 divided by 3. أنا عندي 6 أساساً آخر رقم على الشمال هشوفه، ده 6 في الإيه؟ في الـ 100 place. طيب الـ 6 أساساً divided by 3 equal 2، يبقى هحط 200. 200 times 3 equal 600. بعد كده أعمل minus. 8 minus 0 equal 8. 5 minus 0 equal 5. 6 minus 6 equal 0. تمام؟ طيب طلع لي ديفيدند تاني. عندي 58، هشوف الرقم اللي على الشمال اللي هو ال 5، مش هاخد الزيرو بقى. طب ال 5 أكبر من ال 3؟ المفروض دي 50 مش 5 لأنها في ال 10th place، يبقى هحط 10. 10 times 3 equal 30. بعد كده أعمل subtract. 8 minus 0 equal 8. تمام؟ 5 minus 3 equal 2. بقى عندي ديفيدند تاني. ال 2 اخره 10، ال 2 اصغر من ال 3 يبقى ما تنفعش، هاخد ال 28 على بعضها. انا عندي في التيبل بتاع ال 3 ان 3 times 9 equal 27، ده الاقل من ال 28 على طول. يبقى احط هنا 9 وبعدين اعمل 9 times 3 هيديني 27، هعمل minus طلع لي 1. حاجة اشوف ال1، ال1 اساسا اصغر من ال3، يبقى كده خلاص بقى عندي هيبقى ده مين؟ ده الريميندر. طب الكوشنت عندي هيبقى ايه؟ هيبقى الكوشنت تجميعة الكوشنت اللي انا طلعتها على اليمين. 200 بلس ال10 بلس ال9 ايكوال 219، والريميندر كام؟ 1 اللي هو طلع في الاخر. طيب نيجي نشوف اللي بعد منها. 8785 divided by 7. انا عندي اخر رقم في الديفيدند اللي هو ال 8، ده في ال 1000. في ال 1000 يبقى احط ده 8 divided by 7، يعني ما فيهاش غير 7، اصغر من ال 7 بواحد بس على طول. يبقى هنا عندي 1000. 1000 times 7 equal 7000. اعمل subtract minus. 5 minus 0 equal 5. 8 minus 0 equal 8. 7 minus 0 equal 7. 8 minus 7 equal 1. عشان كده لازم جدول الضرب يتحفظ كويس قوي يا ولاد. طيب اجي اشوف ادي الديفيدند طلع لي ديفيدند تاني، اجي اشوف اخر الرقم هنا ده 1، ال 1 اصغر من ال 7 يبقى هاخد الايه؟ ال 17، هاخد ال 10 معاه. سوري هاخد ال 100 معاه، تمام؟ ده كده هيبقى 100، تمام؟ يبقى احط هنا ايه؟ 100. تمام؟ طيب ال 100 تايمز ال 7 هيبقى 700، بعيد لسه، ده 17 ديفايدد باي 7. انا عندي 7 تايمز 2 ايكوال 14، يبقى انا ممكن احط هنا 2 ايه؟ 200. طب ال 200 تايمز ال 7، 2 تايمز 7 ايكوال 14، واحط ال 2 زيروز وبعد كده اعمل السبتراكت، هيبقى 5 ماينس 0 ايكوال 5. 8 minus 0 equal 8. 7 minus 4 equal 3. 1 minus 1 equal 0. خلاص. طيب بقى عندي 385. هشوف الرقم اللي في الاخر بتاع ال 100s
the hundreds هيبقى 3 divided by 7 ده اصغر من 7 ما ينفعش، يبقى هاخد معاه التنس هيبقى 38 divided by 7 بس في التنس. طب انا عندي ايه اللي في التيبل بتاع ال 7 قبل ال 38 اللي هي ال 35 صح؟ طب ال 35 divided by 7 equal 5 بس دي في التنس 380، يبقى احط 0 بتاع التنس هتبقى 50، يبقى 50 times 7 ال 5 times ال 7 equal 35 والزيرو ينزل ايه؟ زي ما هو هيتبقى عندي 5 minus 3 minus 0 تمام؟ equal كام؟ equal 5 و 8 minus 5 equal 3 و 3 minus 3 equal 0. اتفضل عندي 35 divided by 7 اللي هي equal 3 اهو اخر رقم اللي هو التنس 3 divided by 7 ما ينفعش هاخد ال 35، بس 35 divided by 7 equal 5 بس مش هحط زيروهات عشان خلاص اللي عندي الرقم اللي انا واخداه عندي اخر رقم على اليمين في الونز يبقى 5 و 35 اساسا divided by 7 equal 35. طب 5 times 7 equal 35 اعمل subtract هيبقى 0 0 يبقى هنا ما فيش ريميندر، يبقى ليه ما فيش ريميندر؟ خلاص اخره 0. طب الكوشنت بتاعي اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن التجميع بتاعت الكوشنت اللي على اليمين اللي هيبقى ايكوال 1000 بلس 200 بلس 50 بلس ال 5. دي كده مكتوبه زي ما كنا بناخدها في الترم الاولاني في الاكسباندد فورم اللي هي عباره عن 1255 تمام؟ طيب ده كده ادي اول اكزامبل، تاني اكزامبل معانا نشوف. طيب دلوقتي بقى احنا شفنا ازاي نعملها بالبارشال برودكت، دلوقتي عايزين نعمل بالمنتال ماث ازاي نعمل استيميتنج للكوشنت. يعني ايه نعمل استيميتنج للكوشنت؟ يعني نعمل ايه؟ نقدر او نقول قيمه افتراضيه للكوشنت بايه؟ بدماغنا تمام. طيب بيقول لي ايه هنا؟ Each morning كل يوم الصبح احمد gives a recycling report on his school's television system، بيدي recycle report يعني تقرير على النظام بتاع التلفزيون بتاع المدرسه. At the school في المدرسه a team of 6 students picked up 257 recyclable cans and bottles تمام، لموا 257 cans and bottles للريسايكل. يعني ايه ريسايكل؟ اللي هو اعاده التدوير زي ما خدنا في العرب تمام. طيب about how many recyclable per student was that، يعني كل student من ال 6 عمل جمع كام علبه، picked how many cans تمام. هعمل ايه؟ هاخد ال 257 divided by 6. طيب عمل ايه؟ انا ممكن اعمل، عندي مينا اخترع طريقة ومروان اخترع ايه؟ اخترع طريقة. انا مينا قال ايه؟ مينا قال ان ال 257 دي divided by 6، ال 257 دي لما اعملها بالاستيميشن بالراوند تمام، ال 257 لما اعملها ابروكسيميشن تمام to the nearest 100 خلاص هتبقى equal كام؟ هبص انا عندي to the nearest 100 هبص على الرقم اللي على اليمين بالتنس دي 5 يبقى هزود دي 1 يبقى approximated to 3 ايه؟ to 300. وبعد كده هعمل ال 300 divided by ال 6 هيبقى equal، انا عندي 3 divided by 6 ما ينفعش اصغر منها فهاخد ال 30، 30 divided by 6 equal 5 والزيرو اللي فاضل هينزل زي ما هو يبقى equal 50. يبقى مين افكر ان كل student about how many cans he picked up about 50 cans تمام، يبقى انا تقريبا كل ولد هيلم تقريبا لاعاده التدوير 50 cans of a of recyclable cans تمام. طيب مروان بقى فكر بحاجه ثانيه، مروان فكر بالاستيميشن. ال 257 دي انا عندي 257 ده كده مينا تمام. طيب انا عندي 257 حاجه بص ديفايدد باي ال 6، حاجه بص على ال 2، ال 2 ديفايدد باي 6 مش هينفع عشان اصغر فهاخد ال 25 تمام. طب ال 25 في التيبل بتاع ال 6 ايه اللي اصغر منها؟ اللي هي ال 24، فحط ان هي 24 وجنبها شال ال 7 وحط 0 بقت 250 ديفايدد باي 6 فبقت ايكوال 24 ديفايدد باي 6 ايكوال ال 4 والزيرو هينزل زي ما هو
فمروان فكر ان هو كل ولد تمام about 40 cans and bottles per a per students. دي طريقه تفكير ودي طريقه ايه تفكير. طب مين اقرب؟ مين اقرب؟ الاقرب هنشوف بقى الاقرب للتفكير. لو هو قال لك الاقرب للتفكير هعمل الديفيجن عادي، ادي 257 واحطها في العلامه divided by 6. زي ما قال مروان هاخد ال 2 divided by 6 مش هينفع، هاخد ال 25. 25 divided by 6 انا عندي هنا خدت ال hundreds وال tens. 25 divided by 6 تمام هيبقى equal 4، بس عشان ال tens هنحط الزيرو هيبقى equal 40 تمام. طيب 40 times 6 equal 200 كام؟ 240. بعد كده اعمل الماينس، 7 minus 0 equal 7، 5 minus 4 equal 1، و 2 minus 0 equal 0. طيب ال 17 divided by 6 انا عندي في التابل 2 times 6 تمام equal 12، و 3 times 6 equal 18، ازود على ال 12 6 18. ال 18 مش هتنفع عشان دي 17 تمام، يبقى اعمل ايه؟ هاخد ال 2 تمام، يبقى عندي 2، 2 ولا 22 بس عشان انا خدت التنس ومعاها الوانس، يبقى الوانس اخرنا 2. 2 تايمز 6 ايكوال ايكوال كام؟ ايكوال 17 ماينس 12 تمام، هيبقى ايكوال 5. 7 ماينس 2 ايكوال 5، 1 ماينس 1 هيبقى 5 ماينس 6 ايكوال 5 divided by 6 مش هتنفع عشان اصغر منها، يبقى الكوشنت عندي equal 40 plus 2 هتبقى 42، ريميندر كام؟ ريميندر 5 تمام؟ ريميندر ايه؟ خمس علب ما حدش اخذها، يعني في خمس علب تمام؟ يبقى كل واحد كل ولد عمل كام؟ 42. يبقى مين اقرب؟ ال 42 اقرب لل 40 اللي هي طريقه التفكير بتاعت مروان، مش اقرب لمين؟ لل 50. طيب دي اعملها امتى؟ لو قال لي مين الاقرب، اما الاستيميشن اعملها بالطريقه دي او بالطريقه ايه؟ بالطريقه دي، بس طبعا طريقه مروان هتبقى اقرب للايه؟ اقرب للصح، تمام؟ طيب نيجي نشوف اللي بعد كده. بيقول لي estimate the quotient of 524 divided by 3. أنا هقول إن الـ dividend 524 divided by 3 is between كام وكام؟ أنا عندي الـ 3 times 1 equals 300، عشان هنا عندي هنا hundreds تمام؟ و 3 times 2 equal 600، يبقى هو ما بين الـ 300 والكام؟ والـ 600، صح كده؟ يبقى أنا عندي الـ 300 divided by 3 هيبقى equal إيه؟ equal 100 تمام. طيب عشان وال 600 divided by وال 600 divided by ال 3 هيبقى equal ال 200. يبقى الكوشنت بتاعي between كام وكام؟ between 100 و 200. طيب تقريبا هيبقى كام؟ اقرب لمين؟ هيبقى 100 تمام، والباقي هعمله divided by 3 يديني الايه؟ يديني الباقي زي ما بعمله بالايه؟ بالكوش. طيب اجي بقى اشوف 52 divided by 3 تمام؟ ادي 52 وادي 3 ديفيزور بار. ال 5 divided by 3 انا هاخد اللي على الشمال، 5 divided by 3 انا عندي 3 times 1 equal 3 و 3 times 2 equal 6، يبقى هنا 1 واحط 0 عشان دي 10. 10 times 3 equal 30 واعمل ماينس، هيبقى 2 minus 0 equal 2 و 5 minus 3 equal 2. ال 22 divided by 3 انا عندي في التيبل بتاع ال 3 عشان كده لازم ابقى حافظه التيبل، 3 times 7 equal 21، هحط هنا ال 7، 7 times 3 equal 21، اعمل الماينس، 2 minus 1 equal 1 وهنا 0، يبقى انا عندي ال 52 divided by 3 equal ال 10 plus ال 7 equal 17، والريميندر كام؟ والريميندر 1. طيب اجي اشوف اللي بعدها تمام، 783 divided by 5، 783 divided by 5 حاجه اشوف ال hundreds، هكتب هنا 783 والديفيزور بره، ال 7 divided by 5 equal
هنا دي 700 هيبقى 100. 100 تايمز 5 ايكوال 500. بصوا اوتوماتيك شغاله. ماينس يبقى ديفايد سب ديفايد تايمز سبتراكت ديفايد تايمز سبتراكت. طيب 3 ماينس 0 ايكوال 3. 8 ماينس 0 ايكوال 8. 7 ماينس 5 ايكوال 2. اجي ابص لاخر رقم ال 2 ديفايدد باي 5 ما ينفعش عشان اصغر، هاخد ال 28. طب انا عندي ال 28، ايه الرقم اللي ديفيزبل باي 5 اللي هو اوله 5 او اوله 0؟ مين اللي قبل ال 28 واوله 5 او 0؟ ال 25. طب ال 25 ديفايدد باي 5 هيبقى ايكوال 5، بس هنا 50 عشان انا اخر رقم خدته معايا كانت 10. ف 50 تايمز 5 هيديني 250. ال 25 والزيرو هينزل. بعد كده اعمل السبتراكت. 3 ماينس 0 ايكوال 3. 8 ماينس 5 ايكوال 3. تمام؟ طيب انا عارفه ان هنا هيتبقى ريميندر. ليه؟ عشان الوانس بتاعتي 3 مش 5 ولا 0، يبقى هنا في ريميندر. تمام. 33 ديفايدد باي 5 انا عارفه ان 30 ديفايدد باي 5 ايكوال 6، هيبقى 6 تايمز 5 هيبقى ايكوال 30. اعمل السبتراكت هيبقى ايكوال 3. يبقى انا عندي هنا ايكوال، اجمع الكوشنت هيبقى 156 والريميندر بتاعي كام؟ 3. تمام. طيب انتوا بقى تحلوا بتاعت ال 1000. بعد كده هنيجي نعمل استيميت لهنا. انا عندي 587 ديفايدد باي 2. تمام. طيب انا عندي ان ال 100 تايمز 2 ايكوال 200، وال 200 تايمز 2 هيبقى ايكوال 400، وال 300 تايمز 2 هيبقى ايكوال 600. يبقى الكوشنت ال 587 is between مين؟ ال 400 وال 600. يبقى الكوشنت بتاعي will be between مين؟ between ال 2 ال ايه؟ between ال ال 200 وال 3 ايه؟ ال 200 وال 300. تمام؟ ده كده الاستيميشن بتاعي. وكده نكون وصلنا لاخر جزئيه في الدرس بتاع البارشال كوشنت الجوريثم، ودي طريقه. طيب هيقول لي يا مس لو سمحتي هو انا المفروض احل بانهي طريقه؟ لو هو جه في الامتحان قال لك او في اي كويز او اي حاجه او شيء، طبعا الاكسرسايز بتاع الكتاب انت هتحل بالطريقه بتاعه الدرس، لكن في الامتحان هنحل ازاي؟ لو هو جه قال لك بالطريقه الفلانيه لازم ابقى عارف كل الطرق اسمها ايه. لو قال لك عايزها بالاريا موديل يبقى لازم تحل بالاريا موديل. لو قال لك عايزها بالبارشال الجوريثم يبقى لازم البارشال كوشنت الجوريثم، يبقى لازم تحل بالبارشال كوشنت الجوريثم. طب ما قالكش يبقى حل بالطريقه السهله بالنسبه لي اللي عارف انها هتطلع لي الاجابه في الاخر صح. تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل لايك للفيديو ولايك للقناه وسبسكرايب وشير، ونضغط على زر الجرس والكلام الكتير اللي بيقولوه في القنوات بتاعه اليوتيوب علشان الاستفاده توصل والقناه تستمر والاستفاده توصل لاكبر عدد من الاولاد. وربنا يكرمكم ان شاء الله. معادنا في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.